دلوقتي عند الهدايا يقوم التجهيز مدفع بيت 9 لاستهداف الدسم الدواجي في مساكن زي زون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تجمع صقور الغاب. استهداف الدشمة مدفع بيت 9 وتدميرها بالكامل. الله أكبر. الله أكبر. تجمع صقور الغاب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لواء جندي الهدى تجمع صقور الغاب. تدمير دشمي. لواء جندي الهدى يقوم بمعقد الحصار في محطة زيزون للمدفع 109. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لواء جندي الهدى يقوم بمعقد الشبيحة لاستهداف الدسم المتواجدة على بناء محطة زيزون الحرارية. الله أكبر. الله أكبر.